كيف تكون الموسيقى مفيدة للناشئة؟ كيف تهذب قدراتهم؟ وهل من أنواع محددة للموسيقى علينا تعليمها لأطفالنا؟ كل هذه الأسئلة وأكثر نقف عندها مع المدير وقائد أوركسترا الإمارات السيمفونية للناشئة أستاذ رياض قدسي. أستاذ رياض، يسعد صباحك، أهلا وسهلا بك معنا. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم، شرفتنا. أهلا وسهلا. أهلا. أستاذ رياض، ليش عند بعض الناس هذه الفكرة المغلوطة بحسب الدراسات أنه الموسيقى هي مضيعة للوقت بالنسبة للناشئة والأطفال؟ للأسف الشديد هو في مجتمعاتنا العربية هي هالفكرة هي موجودة. طبعا السبب فيها بأنه قد يكون مآخذ بعض الأولياء الأمور على أنه الموسيقى هي نوع من فيها نوع من الحرمانية أو نوع من المضيعة للوقت أو كمان فيها نوع من الإسفاف. ولكن أول كان بداية أحب أن أقول بأنه الموسيقى كلغة إنسانية للتواصل ما بين جميع أمم الأرض، فهي ترقى بهالإنسانية هي إلى مصافي عالية من الشعور والأحاسيس. أولا الموسيقى هي تعطي المخ وتربط مواقع المخ، في المعروف بأنه في المخ هناك عدة مواقع مسؤولة عن عدة جهات في الإنسان، يلي هي مثلا حاسة السمع، اللمس، الكلام، التفكير أو هذا. فهي الموسيقى تربط ما بين جميع هالحواس هي وما بين المناطق هي في المخ وتحفزها وتطورها. فأولا عند العزف الموسيقي الطفل يشارك جميع حواسه في العزف. هناك أولا قراءة النوتة وهي كلغة من لغات، وثانيا الطفل عندما يعزف في مهارات يدوية ويعزف، فبالإمكان أنه هالطفل يطور مهارته، اللياقة في أصابعه. التذكر أيضا يمكن أستاذ رياض، كمان الذاكرة وأثناء العزف الانتظام والانضباط والإيقاع المنظم للموسيقى. وهذا شق مهم جدا لأنه الإيقاع الموسيقي هو يعطي الإنسان الراحة النفسية، وإذا كان الإنسان عنده إيقاع منتظم فهو يدل على أنه هل الطفل هذا هو عايش في جو هادئ ومريح وبإمكانه يقدم في الموسيقى ويعزف. الألحان بشكل جيد جدا. طيب أستاذ رياض، كل أنواع الموسيقى هي مفيدة ومهمة للأطفال والناشئة أم هناك أنواع موسيقى معينة، أنواع نوتات معينة؟ طبعا هناك في موسيقى صاخبة، في موسيقى هادئة، في موسيقى البوب، في موسيقى الجاز، في موسيقى الكلاسيكية. الموسيقى العربية كمان نفس الشيء، وجميع موسيقى الشعوب والفولكلور. طبعا الطفل عندما يبدأ التعلم يتعلم مبادئ وأصول الموسيقى، إن كان على أي آلة موسيقية تعلمها بأصولها الأكاديمية. وفيما بعد الطفل يختار النوع الموسيقي اللي بيحبه ويتجه إليه. فالموسيقى هي عبارة عن بحر واسع تشمل جميع مناحي الفنون. من الجاز إلى الموسيقى الكلاسيكية إلى الموسيقى الفولكلورية وأنواع عديدة من الموسيقى. بحسب كونك مختص أستاذ رياض في الموسيقى، هل فعلا الموسيقى الكلاسيك مثلا هي مهدئة للأعصاب عكس الصاخبة اللي سميتها حضرتك، ممكن أنه بالعكس تحفز الإنسان؟ الموسيقى الكلاسيكية تمتاز بميزة رائعة جدا، وهي بأن موسيقى تدخل إلى القلب عن طريق العقل. يعني الإنسان اللي يستمع إلى الموسيقى الكلاسيكية يجب أن يكون مطلع وملم ومثقف في هذا النوع من الموسيقى، لا يمكن أن تدخل إلى قلبه بدون ما تمر عن طريق العقل، وهذا يتطلب ثقافة موسيقية أو ثقافة عامة لدى الإنسان المستمع لها الموسيقى. رح نستمع ويا حضرتك ويا المشاهدين أستاذ رياض لمقطوعة موسيقية شاهدها أيضا. Thank you.
ما شاء الله عليكم كلش حلوين، هاي حضرتك ويا طلابك. طبعا أطفال هدول ما بين عمر الثامنة والأربعتاعش. نعم. هناك دقة وعزف ومهارة فائقة في هالعزف. طبعا هنا عم بعزفوا حاليا من الفصول الأربعة لفيفالدي. أها. طيب أستاذ رياض، هل من الخطأ إجبار الطفل على تعلم آلة موسيقية معينة أم له حرية الاختيار؟ المفروض. الحقيقة هو ما في قضية إجبار. الطفل يرى في التلفزيون أو يرى في أي مناسبة كانت أنه حد عم بيعزف على آلة موسيقية، فيشتهي أو يريد أن يعزف على هالآلة الموسيقية. ولكن هناك عملية نصح أو عملية توجيه، فالطفل هو عبارة عن بشكل عام هو مسير من قبل الأهل، وفي أحيان كثيرة بأن الطفل له رغبة بأنه يتعلم على آلة الكمان أو على آلة البيانو، فيجب على الأهل أنه يحترموا رغبات الطفل في هالموضوع هذا. هل يمكن أن تعزز الموسيقى وتعلم للموسيقى من تعلم للمواد الدراسية المعتادة في المدرسة أستاذ رياض؟ بلا شك، أثبتت كل التجارب والبحوث العلمية على أن الموسيقى هي عامل مهم كبير وكبير جدا في تحفيز مثل ما قلنا الأماكن المختلفة في المخ، وأثبتت على أنه الطلاب أو الأطفال اللي بتعلموا الموسيقى عندهم الذكاء يفوق الأطفال العاديين بنسبة 7 نقاط. فلذلك أنا أنصح جميع الأهالي لأطفالهم أنه يحاولوا تعليمهم العزف على مختلف الآلات الموسيقية إذا كان في إذا في بالإمكان في المتاح. من أي عمر تنصح بتعلم آلة موسيقية للطفل أستاذ رياض؟ الحقيقة الأعمار المبكرة هي أفضل شيء، يعني أحيانا طفل في عمر الرابعة يبتدئ التعلم على عزف على آلة معينة، وهذا بيكون عمر جيد جدا. هناك في بعض الأطفال طبعا قد يكون العمر هذا مبكر لهم، فبشكل عام عمر 6 سنوات هو أفضل عمر لتعلم العزف على الآلات الموسيقية. نعم. أسهل الآلات الموسيقية اللي ممكن للطفل أنه يبدأ بتعلمها ما هي؟ الحقيقة كل الآلات الموسيقية تتطلب جهد وتمرين متواصل. نعم. فلا يمكن أن يكون هناك آلات موسيقية سهلة جدا، ولكن بلا شك هناك في آلات أسهل من الآلات الأخرى. بشكل عام الآلات النفخية تكون أسهل من الآلات الوترية. أو مثل آلة البيانو، معروف أنه مثلا آلة الكمان هي من الآلات الصعبة جدا، آلة البيانو آلة صعبة جدا. هناك آلات نفخية قد تكون أسهل من آلة الوترية. طيب نختم اللقاء ويا حضرتك بأيضا مقطوعة موسيقية نشاهدها مع بعض. جميل جدا، وين كانت هذه المناسبة؟ هي كانت في مهرجان اسمه Emirates International Peace Music Festival، وهذا يدل على أنه
الموسيقى هي لغة سلام لجميع دول العالم، وشارك فيها أوركسترا الإمارات السيمفونية للناشئة مع بعض أطفال من كوريا. شكرا جزيلا لحضورك معنا وسهل. شرفتنا المدير وقائد أوركسترا الإمارات السيمفونية للناشئة الأستاذ رياض قدسي، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا.